بسم الله الرحمن الرحيم. يصدق أن الصحفي أن يقدم هذه المواد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم حتى أقبلت القلوب على الله تبارك وتعالى، فصلاة وصيام وقيام وقراءة للقرآن، وقام الراغبون إلى الله تبارك وتعالى، قام الراغبون في الجنة المحبون لله تبارك وتعالى بالاجتهاد في طاعة الله سبحانه وفي عبوديته تبارك وتعالى. ذقنا حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، حلاوة العبودية. قام الراغبون في الجنة بعبادة الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك. بل ما أنزل الله عز وجل كتابا ولا أرسل رسولا إلا ليقوم الناس بعبادة الله عز وجل ويعمروا أوقاتهم بطاعة الله تبارك وتعالى. فما من نبي ولا رسول إلا وكان أول دعوته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل الغاية والهدف من بعثة الرسل إنما هو إقامة العبودية لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي وظيفة الإنسان في هذه الحياة وعلى هذه الأرض. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، إلا لآمرهم وأنهاهم. وقال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصف الله تبارك وتعالى خيرة هذه الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق العبودية وإقامة العبودية لله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بل جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمة
كما وصفها في الكتب المتقدمة رهبانا بالليل ليوثا بالنهار أناجيلهم في صدورهم، أي يحفظون الكتاب المنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، أناجيلهم في صدورهم يقومون به بالليل ويجاهدون من أجل رفعته بالنهار. بل جعل الله تبارك وتعالى سبب العز والتمكين لهذه الأمة شرطه أن يحققوا عبودية الله تبارك وتعالى وطاعته سبحانه وتعالى، فلا تعز الأمة ولا ترتفع رايتها إلا بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تعز الأمة ولا تتقدم إلا بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فشرط التمكين لهذه الأمة وأن تعود إلى قيادة الأمم وإلى ريادة الأمم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بتحقيق عبادة الله تعالى وطاعته سبحانه وتعالى. وكما أن التمكين شرطه تحقيق العبودية، كذلك هو الغاية والهدف من تمكين هذه الأمة. فإن أمتنا حينما تجاهد وحينما يمكن لها لتستعلي على الناس عز وجل ألا يعبد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ألا تخضع الرقاب إلا لله سبحانه وتعالى. أكثر الله عز وجل بالأمر بعبادته من دون الله تبارك وتعالى. وكل عبادة دون الله عز وجل فغي وهوى وشقاء وتعب وغم ونكد في الدنيا والآخرة. والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والدروب الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والدروب الظاهرة والباطنة، فليست قاصرة على الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، وإن كانت هذه من أعظم وأجل العبوديات، ولكن كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه إن فعل.
عليه وسلم: رعاية الأرامل والمساكين والضعفاء والعجزة عبادة لله تبارك وتعالى، السعي على الأرملة والمسكين وابن السبيل عبادة لله تبارك وتعالى، الذبح والنذر لله عز وجل عبادة، الاستعانة بالله تبارك وتعالى عبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. قال الله إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر في صلح الحديبية: إلزم غرزه فإنه على الحق المبين، اتبعه اتباعا كامل، ائتمر بأمره وانتهي عن نهيه فإنه على الحق المبين، إلزم غرزه فإنه على الحق المبين. العمل لنصرة دين الله عز وجل ورفع راية الإسلام عبادة من العبادات ومسؤولية عظيمة على كل مسلم، كل على حسب طاقاته وإمكانياته. هذه المسؤولية التي تخلى عنها كثير من المسلمين اليوم، هذه المسؤولية العظيمة المنوطة بالمسلمين، رفع راية الله ونصرة دين الله وتعالى، عبادة من العبادات. نصرة الدين لا يجب أن يكون في هامش اهتماماتنا ولا في هامش حياتنا، وإنما قضية أساسية جوهرية في حياة كل مسلم. كان الصحابة يستشعرون هذه المسؤولية من أول لحظة في إسلامهم. يسلم ثم يعود بخمسة: الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه يسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويستشعر في أول لحظة لإسلامه أن عليه مسؤولية تجاه دينه، تجاه نصرة دين الله تبارك وتعالى، فيقول: يا رسول الله، إن دوسا قبيلته إن دوسا كفرت بالله فمرني فلأذهب إليها. يستشعر من أول لحظة أن عليه واجبا تجاه دينه، واجبا لا يجب أن يغفل عنه أبدا. وقال أبو بكر رضي الله عنه قولته المشهورة في حروب الردة: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أي لا يمكن أن يحدث هذا أبدا، أن ينقص الدين وأنا حي. هذه المسؤولية العظيمة ما أحوج الأمة الآن إلى القيام بها في هذا الوقت العصيب وهذا العصر الذي تعيشه أمتنا، والأعداء في الداخل والخارج يحاولون أن يبعدوا عن إسلامها الإسلام، أن تنتبه إلى ذلك فتحافظ على هويتها وتقوم بهذا الواجب، هذه المسؤولية. تربية ابنك وبنتك على الإسلام عبادة من العبادات، لا يكن همك وقضيتك أن يأكل أو أن يشرب أو أن يلبس الملابس الفاخرة أو أن يدخل أفضل المدارس، ليست هذه هي التربية.
التربية، وإنما حقيقة التربية هي إقامته على العبودية، تربيته على مبادئ الإسلام وأخلاق هذا الدين الحنيف، أن يتربى على طاعة الله وعلى عبودية الله تبارك وتعالى. ولدك أمانة في رقبتك، ابنتك أمانة في رقبتك، تسأل عنهما يوم القيامة، تسأل عنهما يوم القيامة. ولدك إما أن يكون في ميزان حسناتك إن أحسنت تربيته، إن وجهته إلى طاعة الله وإلى عبادة الله، أو في ميزان سيئاتك إن كنت سببا في أن ينحرف عن طاعة الله أو أن يبتعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: ولد صالح يدعو له، ولد صالح ليس أي ولد، إنما ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إن الرجل قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليرفع له في الجنة الدرجة، فيقول: يا ربي أنى هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. فيقول له: باستغفار ولدك لك. يرفع المؤمن في الجنة درجات باستغفار ولده الصالح له الذي رباه على الإسلام ورباه على الإيمان. فليست القضية هي أن يأكل أو أن يشرب أو أن يلبس، وإنما القضية هي عبوديته لله تبارك وتعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: إني لأكره نفسي على الجماع، لا رغبة لي فيه، من أجل أن تخرج نسمة توحد الله. هذه قضيته، هذه هي القضية مع ولدك، أن تخرج نسمة توحد الله، تعبد الله تبارك وتعالى. فعلمه القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله، وحب ما يكون ببعده عن المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: حجاب المرأة عبادة من العبادات، أن تتحجب من العبادات. قال الله تبارك وتعالى: وبناتك ونساء ذلك. وقال تبارك وتعالى: خمار هي وضرب الخمار إلى المرأة جلبابها إلى الحجاب أيضا أن يغطي جميع بدن المرأة، على الراجح من أقوال أهل العلم. وأمسة في يا من لا
بعض المنتقبات أحيانا يكون عبادات ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، فحق الزوج على زوجته أعظم. أعظم حق عليها بعد حق وتعالى حق زوجها. منوط بالمرأة المسلمة عبادة عظيمة ومسؤولية جليلة، هي تخريج الأبطال وصناعة الرجال، أن تخرج كما كان سلفها قبل ذلك، أن تخرج الأبطال، أن تخرج العلماء، أن تخرج القادة، لا يكن همها أن تأكل أو أن تشرب أو أن تلبس أو أن تطبخ أو أن تغسل، وإنما بجوار ذلك إنما مع ذلك مسؤولية عظيمة هي صناعة الأبطال وقيادة صناعة الأبطال وصناعة الرجال. إن الشافعي وأحمد ومالك وسفيان وغيرهم كثير كانوا نتاج أم مسلمة عرفت مسؤوليتها تجاه دينها وتجاه أمتها الذين يقومون بتعليم المسلمين عليهم عبادة من العبادات، الذين يعلمون أطفال المسلمين في المدارس أو الجامعات عليهم مسؤولية هي عبادة من عباداتهم، وهي أن يخلصوا النصيحة لأبناء المسلمين، أن يعلموهم الدين والأخلاق الحميدة قبل أن يعلموهم علوم الكيمياء والرياضيات والفيزياء، أن يكونوا أسوة وقدوة صالحة لهم، لا يكن همهم أن يجمعوا المال حتى وإن أرهق ذلك المسلمين وإن أثقل كواهلهم، لا يكن همهم أن يجمعوا من متاع الدنيا، وإنما فليكونوا قادة يخرج القادة ويكونوا علماء يخرج العلماء. تبارك وتعالى التجار عليهم عبادة من العبادات، أن يتعلموا ما يحل ولا يحرم من الشروع حتى لا يقعوا في الربا ولا يقعوا في الحرام، فهذه عبودية من عبودياتهم، أن لا يغشوا وأن لا يطبقوا الميزان والميزان، وأن يتعلموا ما يحل وما يحرم من البيوع ومن المعاملات، وإلا فلو وقعوا في الحرام أو وقعوا في الربا أذقوا ذلك لأنهم قصروا في طلب العلم الواجب. من هو في موقع المسؤولية؟ كل مسلم في موقع المسؤولية من عبودياته التيسير على المسلمين وقضاء حوائجهم وإكرام ذوي الحاجة والضعفاء ورعاية المسلمين، وألا يرتشوا وألا يغشوا المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
زوجته. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة بإزاحته شوك عن طريق المسلمين خوفا عليهم خوفا من أذيتهم حبا للمسلمين، نحى شوكا عن الطريق فدخل الجنة. فكيف بقضايا حوائج المسلمين وكيف برعاية المسلمين؟ قال صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل: لأنحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. فالمسلم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. قضايا المسلمين قضاياه، لا ينسى إخوانه في أي مكان من أرض الله تبارك وتعالى، يحس بإحساسهم، يتألم لألمهم، يعيش همومهم وأحزانهم وأفراحهم. لا ينسى إخوانه في سوريا، ولا ينسى إخوانه في بورما، ولا ينسى إخوانه في كشمير، ولا ينسى إخوانه في الفلبين، ولا ينسى إخوانه في أي مكان على أرض الله تبارك وتعالى. لا ينساهم فيدعو لهم، لا ينساهم فيقوم بمساعدتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى قضيته لا ينساها. الأقصى يعيش في حسه، يعيش في شعوره، لا ينساه. الأقصى الذي يوم أن نادى على تحتين على لسان أحد الشعراء: يا أيها الملك الذي بمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي ونجس. وقال صلاح الدين قولته المعروفة: ومنع الضحك في جيشه، وقال قولته: كيف أضحك والقدس أسير، كيف أضحك والقدس أسير. حتى فتح الله عز وجل على يديه المسجد الأقصى وأعاده الله إلى المسلمين. واليوم ينادي الأقصى لا على لسان واحد، وإنما على لسان الألوف وعشرات الألوف من العلماء والشعراء: نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف اليهود وبما اقترف الصليب. القدس تقول لكم: ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، محاريبي وقد تهاوى على أركانها القصف الرهيب. لأني لا أجامل أوحابي ولا أرضى الخضوع ولا أذوب، لهذا مزق الأعداء ثوبي وبين يدي أشعلت الحروب، لهذا مزق الأعداء ثوبي وبين يدي أشعلت الحروب. فمن يجيب؟ فمن يجيب؟ فمن يجيب؟ فمن يجيب؟ لا ينسى المسلم قضايا المسلمين في أي مكان وفي كل مكان. الحب في الله والبغض في الله عبادة من العبادات. أن تحب ما يحبه الله، وأن تحب من يحبه الله، وأن تبغض من يبغضه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله. أن تحب الطاعة والمطيعين، الإيمان والمؤمنين، وأن تبغض الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه عبادة من العبادات. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه مبتسم، أن تهش له وأن تبش. فإن ميزان الله تبارك وتعالى بمثاقيل الذرات.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ترك المعصية ترك الحرام لله تبارك وتعالى عبادة من العبادات، أن يترك العبد ما حرمه الله خوفا من الله وخوفا من عقابه تبارك وتعالى عبادة من العبادات. في الحديث القدسي: وإن هم عبدي بسيئة فلم يفعلها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جراي، أي تركها لله خوفا من الله خوفا من عقوبته، ما ترك الحرام خوفا على صحته ولا خوفا على جاهه ولا خوفا على ماله ولا خوفا على مكانته، وإنما تركها لله تبارك وتعالى، فأعطاه الله عز وجل الحسنة. بل حتى العادات من الطعام والشراب وغيرها من العادات يمكن أن يثاب الإنسان عليها إن فعلها بنية صالحة ونية حسنة واقتفى بها وفيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها بنية صالحة وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف: أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي يحتسب الأجر في النوم كما يحتسب الأجر في اليقظة. فهذه العادات إن فعلها الإنسان بنية صالحة كالتقوي على طاعة الله والتقوي على عبادة الله تبارك وتعالى بنية صالحة حسنة لله تبارك وتعالى، والتزم فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتزم فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أثيب على ذلك وأخذ أجرها. قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل لامرأته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في حرام، فإن ابتغى العفة وكانت نيته العفة عن الحرام أثيب على ذلك. عبادة الله عز وجل طاعته سبحانه، وعد الله عز وجل عليها بخيري الدنيا والآخرة، فقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتوعد سبحانه العصاة وتوعد سبحانه من انحرف عن طاعته وعبوديته بشقاء الدنيا وعذاب الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. له معيشة ضنكة، معيشة ضيقة، معيشة متعبة، معيشة تعيسة، معيشة شقية، رغم أنه أراد أن يسعد في الدنيا، أراد أن يعيش يومين، أراد أن يتمتع بدنياه، فعومل بعكس مقصوده، شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. قال تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. توعد الله عز وجل العصاة، توعد المذنبين إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى بشقاء الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، تعلمنا العبودية في رمضان، ذقنا حلاوة الإيمان، ذقنا حلاوة الطاعة، فليكن منهج المسلم
وعجلت إليك ربي لترضى. لا يكن عبدا موسميا يعبد الله أحيانا ويعصيه أحيانا، لا يكن موسميا، وإنما يكون منهجه في الحياة وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك ربي لترضى في منزلك، في شارعك، في عملك، مع جيرانك، مع أهلك، مع الناس جميعا، منهجك في الحياة وعجلت إليك رب لترضى. فاحذروا عباد الله أن تذبحوا رمضان على أعتاب العيد، احذروا عباد الله أن تذبحوا رمضان على أعتاب العيد، أن تضيعوا جهد شهر وطاعة شهر على أعتاب العيد. تتبرج النساء وتخرج بزينتها تفتن شباب المسلمين، فاحذري يا أمة الله أن تفسدي شباب المسلمين وأن تكوني سهما يطعن به الإسلام وشباب الإسلام، فتحرفيهم وتبعديهم عن طاعة الله تبارك وتعالى بإثارة شهواتهم وقلة حجابك وقلة حيائك. فاحذري يا أمة الله، فإنك لا تستطيعين أبدا أن تتحملي تبعات هذه المعاصي وهذه الذنوب، لا تستطيعين أن تتحملي آثارها. واحذر يا ولي أمر المرأة أن تخرج وليتك على هذه الصورة وأنت ترى، وإلا فكل معصية تكتسبها وكل معصية يكتسبها شاب إنما تأخذ أنت وهي مثلها، لأنك وأنك كنت السبب في ذلك. فاحذري يا أمة الله أن تكوني سببا في إفساد شباب المسلمين، فكل امرأة تحب الله ورسوله لا ترضى بذلك أبدا، لا ترضى بذلك أبدا. احذروا يا عباد الله أن تذبحوا رمضان على عتبة العيد بالأغاني والموسيقى والأفلام والمسلسلات والمسرحيات واللهو والعبث. احذروا يا عباد الله أن تذبحوا رمضان على عتبة العيد بالمعاصي والذنوب. احذروا من المخدرات، فإنها محرمة، شقاء الدنيا وتعاسة الآخرة، آلام وأحزان، هموم وغموم، أمراض كثيرة، أمراض كثيرة، سرطانات وفشل كبدي وكلوي وغير ذلك، أمراض فتاكة تفتك بالإنسان، وفوق ذلك تعاسة الدنيا. صار الإنسان عبدا، عبدا لحبة أو عبدا لشهوة أو عبد لشيء، صار عبدا لهذه المخدرات يعبدها من دون الله عز وجل. وما أتعسها وما أشقاها من عبادة أن يصير العبد ذليلا لغير الله، عبدا لغير الله تبارك وتعالى. فاحذروا يا عباد الله المخدرات والسجائر، فإنهما من المحرمات وشقاء الدنيا وعذاب الآخرة. أيها المسلمون، هذا عيدكم، فصلوا فيه أرحامكم وبروا آباءكم وأمهاتكم، صفوا قلوبكم، تجاوزوا عمن أساء إليكم، أحسنوا إلى من أساء إليكم، تزاوروا وتصافحوا، فإن المسلم إذا قابل أخيه المسلم فهش له وبش وتصافحا تساقطت ذنوبهما كما يتساقط ورق الشجر. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم وفق رئيس بلادنا لما تحب وترضى، اللهم يسر له البطانة الصالحة، اللهم أعنه على طاعتك، اللهم أعنه على طاعتك، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه وعلى أمر دنياه وعلى إقامة العدل وعلى إقامة شرع الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في بورما، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في روسيا، اللهم انصر المسلمين في الفلبين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.